عروض الزيوت، عروض الزيوت في زيت نور اللي هو زيت ذرة لتر ونص، نازل كمية أكثر. يعني لو خدت 2 حبة ب40 ريال بدلا من 67.90 هلل، لو خدت واحدة فقط 25 ريال، وحصري للأعضاء كمان. يعني لازم تكون عضو في برنامج الأرباح اللي هو وانت بتشتري بتدي بس للكاشير الجوال بتاعك، ولو انت مش مشترك بيدخلك عضو في الأرباح. يعني الموضوع سهل جدا، يعني بتفرق 5 ريال لو تشتري بالجوال. ده أول عرض. فيه بقى هنا برضو عرض على عافية اللي هي الأوميجا، مكتوب عليه بلس أوميجا، عافية لتر ونص اللي هو ذرة برضو، نازل الواحد ب23 ريال 95 هلل. في برضو ليزا اللي هي اللي هو زيت طبخ، برضو زيت ذرة، برضو نازل العرض نازل عليه ب19 ريال بدل من 22 ريال. في عافية اللي هما الاتنين مع بعضهم دول نازلين ب40 ريال بدل من 57 ريال، اللي هي عافية زيت دوار شمس. زيت دوار شمس برضو في هنا صني اللي هما الاتنين مع بعضهم دول نازلين ب30 ريال بدل من 42 ريال، 30 ريال بدل من 42 ريال. وفي برضو هنا هالة اللي احنا شوفناها في البداية خالص، التلاتة نازلين من 54 ريال ل45 ريال، زيت هالة دوار شمس. في برضه هنا الشروق نازل ب18 ريال بدل من 23 ريال، وشايفين حبة واحدة بس اللي جوه هناك اهي، والكمية خالصة أو ناس كتيرة بتاخد منه، لأن في برضه هنا اهو تحت اهو في موجود. طبعا العرض مش على العبوة، العبوة دي مش عليها عرض، لأن دول اتنين مع بعضيهم، والعرض نازل على الحبة الواحدة فقط ب18 ريال بدل من 23 ريال اللي هو زيت شروق. كده خلصنا العروض، لسه ما خلصناش العروض. ده العرض الخاص. يبقى كده شفنا في زيت نور، وفي ليزا، وفي عافية دوار شمس، وفي صاني زيت خليط نباتي، وفي اللي هو هالة 3 حبات مع بعض. عروض زيت الزيتون، احنا طبعا عاملين فيديو حلو جدا على ازاي ان انت تختار افضل نوع في زيت الزيتون. في هنا زيت رحمة اللي هو 250 ملي، 250 ملي عصر على البارد، زيت رحمة نازل من 15 ريال ل11 ريال، ده 250 ملي. في برضو 250 ملي اللي هو المراعي نازل من 12 ريال ل10 ريال، اللي هو المراعي 250 ملي. في برضو من العروض اللي هي نازلة، العروض اللي هي نازلة في هنا في عافية اللي هو زيت زيتون بالفلفل، زيت زيتون بالفلفل نازل هنا من 22 ل19 ريال. شفنا احنا رحمة، يعني مفيش عروض كتير موجودة في زيت الزيتون. ممكن في برضو هنا عافية، عافية اللي هو زيت بكر ممتاز، ده عصر أقول على البارد، لو خدت حبة واحدة ده كمية أكثر، الحبة ب15، ال3 حبات ب40 ريال، 3 حبات ب40 ريال، الواحدة لتر، ده يعتبر من العروض برضو الحصرية للأعضاء اللي هو برقم الجوال. دي العروض الموجودة في زيت الزيتون. في عروض على أرز بسمتي اللي هو 10 كيلو، في تاج محل، تاج محل ده نازل عرض حلو جدا وناس كتير واخده منه. شايفين يا جماعه الحته دي كلها فاضيه، كان فيها قرص تاج محل. تاج محل ده نازل من 71 ريال او ولا 80 ريال، دي مش باينه يعني قوي، نازل من 80 ريال ل55 ريال، اللي هو 10 كيلو تاج محل. في برضه هنا عرض على ارز اللي هو نور جهان ستايل، أرز بسمتي برضو الوزن 10 كيلو، نازل عليها عرض من 71 أو من 80 ريال 55 ريال، 10 كيلو برضو. طبعا كل الناس واخدة من اللي هو تاج محل ده، وده برضو نفس السعر اللي هو نور ده.
اللحوم فيه مفروم بقري أسترالي مبرد نازل الكيلو ب 45 جنيه، مكعبات برضو بقري أسترالي الكيلو ب 45 ريال، يعني مكعبات أو مفروم ب 45 ريال. في هنا قطع خروف نعيمي طازج 1 كيلو ب 75 ريال. في قطع عجل مبرد، قطع عجل مبرد ب 30 ريال الكيلو، ده بالعظم، بالعظم قطع عجل بالعظم ب 30 ريال. دي العروض اللي هي موجودة على الدجاج اليوم، عروض دجاج اليوم. في عروض على صدور فيليه اليوم 450 جرام ب 20.5، 941.5، 941.5. في أرجل دجاج كاملة، أرجل دجاج كاملة ب 18.25، أرجل دجاج كاملة 900 جرام 18.25. في العبوة القيمة دي 40 ريال الواحدة كيلو، يعني 2 كيلو ب 40 ريال، دي من غير عرض. الحبة الكاملة 1000 ب 20.25، 1000 ب 20.25، 1100 19.75 ريال. 1200 ب 22 ريال، 1200 ب 22 ريال. دي الدجاج اليوم، العروض اللي هي على الدجاج اليوم. في فيليه دجاج رضوة 41.5 برضو زي دجاج اليوم اللي هو 900 جرام. عروض التنمية، في عرض حلو جدا، أرجل دجاج التنمية 450 جرام، الاتنين علبة 450 جرام ب 15 ريال بدلا من 22 ريال. في قطع مشكلة، قطع مشكلة التنمية 3 حبات ب 20 بدلا من 25.5، الواحدة 450 جرام، الواحدة 450 جرام ب 20 ريال، 3 ب 20 ريال. في صدور الفليه، صدور فليه التنمية 900 جرام ب 40 ريال، 40 ريال. في الفروج الذهبي، الفروج الذهبي 450 جرام ب 21.25 بدلا من 23.5، انتاج 450 ب 20 ريال 75 هرة، اللي هي ال 450 جرام. في صدور دجاج 450 جرام اللي هي التنمية، لو خدت واحدة ب 20، لو خدت 3 ب 50. ده عرض من العروض القوية على الفليه، 3 حبات ب 50 اللي هي 450 جرام. في دجاج رضوى الحبة الكاملة، الحبة الكاملة 1200 ب 20.25، الألف برضو 20.25، اللي هي رضوى 1000 ب 20.25 و 1200 ب 20.25. في قطع دجاج الإنتاج دي اللي هي القطع اللي هي 900 ب 14 ريال بدلا من 16 ريال. في برضو انتاج اللي هي الحبة الكاملة، الحبة الكاملة 1000 ب 19.25، 1000 ب 19.25 ده اللي نزل عرضه، 1000 ب 19.25. في الحبة الكاملة اللي هو الفروج الذهبي، الحبة الكاملة 21.25 اللي هي 1200 ب 21.25. في التنمية دجاج اليوم المتبل ده بالفلفل الحار نازل من 20.5 ل 18 ريال، دي 750 جرام، 750 جرام. في التنمية الحبة الكاملة، الحبة الكاملة 900 ب 17.75، 17.75. في حبة كاملة 400 نازلة ب 6.75 ريال. العرض الحلو جدا بقى في التنمية، الاتنين حبة 1000 ب 30 ريال، يعني الواحدة ب 15 ريال. الألف دي، الألف الاتنين حبة ب 30، يعني الواحدة ب 15 ريال. دي كانت أهم العروض في المنتجات
الدجاج الطازج، عروض اللبنة كلها 20 ريال. هي دي لبنة بدر بلدي 20 ريال الكيلو، لبنة تركي داري 20 ريال الكيلو، لبنة بدر منتج محلي بـ20 ريال الكيلو، في قشطة الطيب أو شبيهة قشطة الطيب بـ20 ريال الكيلو. بالنسبة للجبنة، الجبنة برضو هنا 20 ريال الكيلو، اللي هي جبنة كريمي وفيتا وجبنة دومتي، كله ده 20 ريال، الجبنة كلها 20 ريال. في هنا 25 ريال اللي هي جبنة قليلة الدسم تشيز لاند، 25 ريال الكيلو. أسعار الزيتون أو عروض الزيتون، إحنا مش شايفينهم حاطين أي عرض في الزيتون الأسباني ده، بس اللي هو في زيتون بـ20 وفي زيتون بـ19. حالك يا باشا، مفيش عروض على الزيتون ولا إيه؟ فالأسود ده مفيش عليه عروض. في عرض على المخلل المصري بـ10 ريال، مخلل المصري مشكل بـ10 ريال. في عرض على الزيتون الأخضر، زيتون أخضر مغربي بـ15 ريال بالفلفل الحار، 15 ريال. وفي زيتون أخضر مغربي برضه 15 ريال. ده العرض اللي هو موجود على الزيتون الأخضر المغربي. في المارتديلا، مارتديلا دجاج سينيورا بالزيتون، نازلة من 60 لـ50 ريال. في مارتديلا بقى ريسادة بـ25 ريال، في بـ40، في بـ50، حلواني دي بـ50، دي اللي هي نازلة عرض، دي بـ50 ريال اهي. صدر ديك رومي حلواني اخوان 120 ريال. نشوف عروض الجبنة، في الجبنة جبنة أعشاب مدخنة بـ60 ريال، جبنة قش قوان بـ50 ريال، جبنة أحمر شيدر بـ50 ريال، في الجبنة الموزاريلا، في البقرات الثلاثة الكيلو بـ25 ريال اللي هي القالب دي، والحلواني الكندية بـ35 ريال. في عروض برضو هنا على، هنشوف المربى ونشوف الجبنة واللبنة. في المربى بـ15 ريال، المربى مربى الفراولة بـ15 ريال، دي اللي محطوط عليها عرض. جبنة الموزاريلا، في الجبنة الموزاريلا اللي هي ناتج 1 كيلو، نازلة من 43.5 لـ36 ريال ندك. في البقرات الثلاثة بـ20 ريال بدلا من 27 ريال، اللي هي نص كيلو، اللي هي 400 جرام، يعني 400 جرام. في العرض الحلو جدا اللي هو السنبلة، السنبلة اللي هي 200 جرام دي، 3 حبات بـ20 ريال بدلا من 36 ريال، 3 حبات 20 ريال بدلا من 36 اللي هي 200 جرام. في جبنة اللي هي البريزيدنت اللي هي الشيدر دي، نازلة من 31.75 لـ28 ريال، اللي هي كلها بقى دي البرتقالي والحمرة والخضرة. في جبنة موزاريلا اللي هي داري 1 كيلو، نازل عليها عرض 32 ريال بدلا من 37 ريال. في بوك برضو، بوك 32 ريال، ده دي داري هما كاتبينها غلط، يبقى داري 32 ريال. دي العروض اللي هي نازلة في الجبنة الموزاريلا. عروض الزبدة، في عرض حلو جدا على الزبدة المراعي، زبدة المراعي اللي هي الـ100 جرام دي، 100 جرام، التلات علب نازلين من 60 ريال لـ35 ريال، 3 علب يعني الواحدة فيها تلاتة وتلاتة وتلاتة، يعني 900 جرام، 900 جرام نازلين بـ35 ريال. عرض على الزبدة، في عرض برضو على الزبدة اللي هي ندك، النص كيلو نازل من 24.5 لـ20 ريال، نص كيلو. في عرض على كيري
زبدة كيري غير مملحة نازلة من 12 ريال، اللي هي القطعة دي 200 جرام ب 9 ريال، نازلة 9 ريال. دي العروض اللي هي موجودة دلوقتي قدامنا على الزبدة اللي موجودة دي. في برضو نادك كريمة الخفق نادك اللي هي 500 ملي، نزل عليها عرض 10 ريال، عرض 10 ريال كريمة الخفق نادك دي. وكريمة الطبخ اللي هي بوك نازلة من 16 ل 12 ونص، كريمة الطبخ بوك دي 10 ريال، دي اللي هنا دي 10 ريال بدلا من 18، ونادك 10 ريال برضه. يعني عروض كلها 10 ريال اهي. في كريمة الصافي متعددة الاستخدام دي 1 لتر 20 ريال، 1 لتر من 27 نازل 20 ريال. كريمة اللي هي المراعي، كريمة الطبخ المراعي 1 لتر ب20 ريال برضه بدلا من 28 ريال، المراعي 20 ريال. كريمة الطبخ اللي هي المراعي 20 ريال 1 لتر. عروض الجبنة الموزاريلا بوك هنا نازلة من 40 ريال ل 44 ريال. في هنا نوع تاني من الجبنة الموزاريلا برضو دي اسمها، نزل عليها عرض 450 جرام ب 20 ريال، وبوك نازلة 42 ريال الكيلو، 42 ريال أو 900 جرام 42 ريال. البقرات الثلاثة نازلة ب20 ريال اللي هي 400 جرام. شفنا احنا الزبدة دي، احنا شفناها برضو. عروض حليب البودرة أو الحليب المجفف في المراعي اللي هو 2 كيلو وربع، نازل عرض من 86 ريال إلى 82 ريال، اللي هو 2 كيلو وربع. العرض القوي جدا بقى اللي هو إنكر اللي هو في العلبة، 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص نازل من 97 ل 70 ريال، وعليه كوبايه كبير جدا ناس كتير واخده منه. ده حليب مجفف انكور، وانكور طبعا ده من الانواع الحلوه جدا، نازل ب70 ريال بدلا من 97 ريال. في حليب لونا اللي هو حليب مكثف، ده من عروض الحليب المكثف، في فقط اللي هو لونا، شركة لونا عاملة على 395 ملي، نزل عرض من 28.5 ل 17 ريال، اللي هو ال3 حبات، حصري للأعضاء 2 زائد 1 مجانا. الناس اللي بتدور على الحليب المكثف في لونا 3 حبات ب17 بدلا من 28.5، حصري للأعضاء. طبعا المراعي ونسلة، نسلة والمراعي مفيش عليهم أي عروض حتى الآن. عروض حليب الأطفال، في عرض على نوع من حليب الأطفال اهو، ده اسمه للأطفال اللي هي من 1 إلى 3 سنوات، صنع في فرنسا كمان اهو. الحجم بتاعه 850 جرام، نازل العرض بتاعه من 82 ريال ل 65 ريال. ده نوع من حليب الأطفال اللي نازل عروض. نفس الحليب ده في هنا عبوة مزدوجة، اتنين مع بعض، الاتنين دول عاملين 185 ريال، ده سعرهم كده من غير عرض. واحدة 1700 جرام، واحدة 400 جرام، وفي اتنين مع بعضهم اهو، ده من غير عروض. الاتنين دول 850 جرام ب153 ريال، ولكن العرض هنا لو انت شريت حبة واحدة ب65 ريال بدلا من 83 ريال. ده عرض على حليب اطفال. برضو في نوع تاني من حليب الاطفال 850 جرام، برضو 65 ريال بدلا من 82 ريال النوع ده، وده طبعا برضو صنع في فرنسا، ده منذ الولادة لحد 6 شهور، ده للأطفال لحد 6 شهور، مكتوب هنا هو منذ الولادة حتى 6 أشهر، ده نازل عليه عرض ب65 ريال. برضو ده نفس النوع، ولكن ده من 6 شهور إلى 12 شهر النوع ده،
برضو بنفس السعر، بدلا من 82 نازل 65، ونفس الحجم برضو 850 جرام. ده بالنسبة للناس اللي بتدور على حليب أطفال. في نوع تاني برضو هنا، ده نوع ده بينزل بقى على طول عروض بالشوكولاتة وبالفانيليا وبأنواع تاني كتير، اللي هو 900 جرام، نازل عليه عرض من 101 ريال ل 90 ريال. ده 900 جرام، دي العروض اللي هي نازلة في حليب الأطفال. وفي عرض هنا على حليب السعودية اللي هو 200 ملي، الكرتون فيه 24، نازل عليه عرض من 48 ريال إلى 42 ريال، اللي هو حليب طويل الأجل، كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم، نازل من 48 ل 42 ريال. حلو جدا على جبنة كيري اللي هي المربعات دي، العلبة الواحدة، العلبة الواحدة نازلة من 40 ل 30، والاتنين ب50 بدلا من 82 و60 هلل، اللي هي كيري دي اللي هي المربعات اللي هي بالقشطة دي. في عرض على الجبنة المثلثات، البقرات الثلاثة نازلة 15 ريال بدلا من 18، أبو الولد ده نازلة من 15 ل 13 ريال العلبة، فيها أربع علب. في المراعي 3 حبات نازلين 10 ريال بدلا من 16.5، 3 علب 10 ريال بدلا من 16.5. دي الجبنة المثلثات. في ندك، ندك الاتنين حبة نازلين من 20 ل 15 ريال. وهنا في عروض على بطاطس للألي إكسترا سادية، واحد نازل من 34 ل 25، اللي هو 2.5 كيلو، 2.5 كيلو سادية، ده 2.5 كيلو هو نازل ب 25 بدلا من 34 جنيه. بطاطس مقلية مجمدة سادية، بوردلاك سادية اللي هي 450 نازلة ب 15 ريال بدلا من 17، بدلا من 19 ريال، اللي هي 450 ب 15 ريال اللي هي سادية، ال 2 كيلو و40 ريال، 2 كيلو و40 ريال بدلا من 55 ريال سادية. في البريدكس، البريدكس نازلة ب 43 ريال، البريدكس 2.5 كيلو، 2.5 كيلو 43 ريال. في الشاورما، شاورما سادية 2.5 كيلو، شاورما نازلة من 51، نازلة من 60 ريال، 60 ريال ل 50 ريال هي الشاورما. وصدور الدجاج، صدور الدجاج اللي هي دو 2 كيلو نازل من 55 ل 36 ريال، عرض حلو جدا على صدور الدجاج المجمدة ب 36 ريال اللي هو 2 كيلو بدلا من 55 ريال، شركة دو. على دجاج بريدكس المجمد، في الحبة اللي هي 1300 نزل عليها عرض من 22 ريال ل 17 ريال، اللي هي 1300، 1200، 1100، 1100 نازلة ب 15 بدلا من 18.5 او بدلا من 19.5، 1100 15 ريال، وال 1300 17 ريال، اللي هي بريدكس، اللي هي ايه بريدكس 1300 دي 1000، دي 1200، دي 1200، 1300 مش موجوده كمان. في الكرتون، الكرتون ال 1100 نازل من 195 ل 148 ريال، كرتون بريدكس 1148 ريال بدلا من 195 ريال. عروض على دجاجته المجمد، الواحد كيلو نازلة من 20.5 ل 15 ريال، من 20.5 نازلة 15 ريال. في عروض على الكرتون، الكرتون ال 1200 ب 152 بدلا من 152 بدلا من 215 ريال، ال 1200
اللي هي عروض دجاج دوم على الذرة المجمدة في سادية، سادية نازلة من 10 ريال ل 7 ريال، اللي هي 450 جرام ذرة، ذرة حلوة مجمدة. في داري 3 حبات ب10 ريال بدلا من 16 ونص، 400 جرام برضه داري 3 حبات ب10 ريال. العملاق الأخضر 453 جرام ب10 ريال بدلا من 15 ونص، وب20 ريال اللي هو الواحد كيلو، 20 ريال الواحد كيلو بدلا من 28 ريال. العملاق الأخضر السنبلة الحبة الواحدة 800 جرام ب 15 ريال بدلا من 19 ريال. دي عروض على الذرة المجمدة. في باندا 800 جرام ب 10 ريال بدلا من 18 ريال، واثنين حبة اللي هم 400 جرام ب 10 ريال. ده باندا 400 جرام، الاثنين حبة ب 10 ريال، 800 جرام الواحد حبة ب 10 ريال. دي باندا والسنبلة شفنا داري 3 حبات ب 10 ريال. دي كل عروض الذرة الحلوة المجمدة. حلو جدا على الملوخية مونتانا المجمدة دي 400 جرام 3 حبات نازلين من 14 وربع ل 10 ريال. ملوخية مجمدة مونتانا. في هنا برضو ملوخية سادية الاتنين حبة ب 8 ريال بدلا من 14 ريال. الحبة الواحدة 400 جرام، الاتنين حبة يعني الواحدة ب 4 ريال. في سبانخ برضو، سبانخ 400 جرام الاثنين حبة ب 8 ريال برضو بدلا من 11 ريال اللي هي سادية. في هنا برضو ده فول صويا. في أمريكانا، أمريكانا ملوخية أمريكانا 4 حبات ب 15 ريال، أمريكانا 4 حبات ب 15 ريال. دي عروض اللي هي ملوخية تونة. في تونة جودي اللي هي حجمها 90 جرام نازل الخمسة من 27 ونص ل 20 ريال. كل الانواع من جودي، فيه الاخضر والازرق والاحمر اللي هو زيت نباتي او ماء وملح او اي نوع من الحجم الصغير ده نازل ب 20 ريال بدلا من 29 75 هلله، وده بدلا من 27 ونص. في تونه المواسم حجم كبير زيت نباتي 160 جرام 3 حبات ب 10 ريال اللي هي المواسم دي. في برضه من العروض اللي نازلة ريم 7 حبات نازلين من 31 ونص لعشرين ريال، اللي هي الحجم بتاعها 160 جرام تونة ريم في زيت دوار شمس. في برضه هنا عرض على ألوها، ألوها الزرقاء دي اللي هي 185 جرام الاتنين حبة ب 13 ريال بدلا من 15 ريال. في عرض على تونة باندا اللي هي 100 جرام 3 حبات ب 10 ريال بدل من 15 ريال. برضو عرض على تريفيا او تريفا اللي هي البنفسجي دي 7 حبات نازلين ب 20 ريال بدل من 35 ريال، طبعا عليها اقبال كبير جدا. في رنا 7 حبات، لا تريفيا دي محطوطة غلط. في برضه ألوها، ألوها اللي هي الخضرة لكن احنا مش شايفين منها، ألوها برضه نازل السبعة ب 20 ريال هي وتريبا اللي هي ألوها اللي هي 165 جرام اللي هي الخضرة. دي كل العروض اللي هي موجودة في التونة. في برضه هنا سلطة التونة اللي هي المكسيكية دي، سلطة التونة ريو ماري نازل العلبة ب 20 ريال بدلا من 27 ونص. العلبة طبعا فيها 2، الواحدة 160 جرام. دي كل العروض الموجودة في التونة. ودي كانت آخر حاجة معانا في الفيديو الأولاني النهاردة في تغطية باندا. تابعونا في باقي الفيديوهات وباقي تغطيات عروض باندا، عروض زمان 5 ريال و10 ريال و20 ريال. كنا معاكم من عروض باندا الأسبوعية والتغطية الأسبوعية الجزء الأول. شفنا فيه حاجات كتيرة جدا، آخر حاجة شفناها التونة. أتمنى لو أنت وصلت معايا لنهاية الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. قناة أقوى العروض في السعودية، جوكر عروض، نسر اليوتيوب، كل يوم معاكم جديد عروض ومعلومات جديدة من كل مكان. أشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورق العنب اللي هو المعلب فيه جودي نازل من 27 ريال ل 15 ريال،
اللي هو الحجم الكبير اللي هو 960 جرام ورق العنب، جودي نازل من 27 ل 15 ريال. ده أول عرض موجود في ورق العنب. مفيش طبعا تاني معلب، فيه بقى اللي هو الجاهز، فيه اللي هو فيكتوريا بالأرز، محشي جاهز بالأرز، نازل برضو من 24 ريال ل 15 ريال، اللي هو حجمه 850 جرام. ده اللي هو محشي جاهز. برضو فيه جودي نازل من 31 ل 30، 31 ل 30، اللي هو ورق عنب سادة معلب. هنا يبقى في عندنا اللي هو ورق العنب اللي هو جودي، ده يعتبر عرض حلو جدا، نازل من 27 ل 15 ريال، وهو من الانواع الحلوه جدا يعني المطلوبه برضه. موجود الصلصه اللي هي في علب كرتون، دي في معجون الطماطم او الصلصه يعني، في عرض حصري للاعضاء اللي هو السعوديه دي تعتبر يعني اشهر حاجه، وده رقم واحد موجود. نزل لو خدت حبة واحدة فقط ب 14 ريال، لو خدت ثلاثة ب 35 ريال. الباكت فيه 8، الواحدة 135 جرام. في لونة برضو، لونة الحبة الواحدة نازلة من 13 ريال ل 10 ريال، نازلة ب 10 ريال اللي هو لونة. والسعودية دي نزلت 3 حبات ب 35، والحبة الواحدة ب 14 ريال. المكرونه، في مكرونه ميزه دي طبعا لسه حديثه ولسه واصله الى اسواق بندا الاسبوع ده، هما طبعا عاملين عنها اعلانات وكده، نازل عليها عرض حلو جدا، الثلاث حبات ب 5 ريال، نزل عليها العرض الثلاث حبات ب 5 ريال. كل الانواع بقى، في منها لسان عصفور، وفي منها الخواتم، وفي منها اللي هي القلم دي اللي هي بتاع البشاميل. طبعا ده عرض حلو جدا على مكرونه خميسه ب 5 ريال، ثلاث حبات. الدقيق، في الدقيق الاولى الخمس حبات اللي هو طبعا خمس حبات ده يعني 5 كيلو، نازل عرض حلو جدا ب 10 ريال، الخمسه ب 10 ريال، عرض خاص لمده اسبوع على طحين الاولى. في ناس واخده هو منه عرض خاص ب 10 ريال، اللي هو الخمس حبات، بدلا من 19 ريال 75 هبة، يعني يعتبر نصف السعر. الانواع التانية انا مش شايف طبعا حاطين عروض الا على النوع ده، وفي نوع تاني برضو هنا اللي هو النوع ده نازل الواحد ب 15 ريال، الواحد نازل ب 15 ريال. طبعا الواحد حوالي 2 كيلو، حوالي 2 كيلو. ب 15 ريال بدلا من 17 ريال. ده طبعا نوع برضو من انواع اللي هو الطحين الكويتي. أرز بسمتي، في باب الهند اللي هو 5 كيلو نازل ب 45 ريال، بدلا من 54 ريال أو 53 ريال 75 هرل. هو باب الهند ده في ناس كتير بتسأل عليه. في باب الهند اللي هو العنبر 5 كيلو ده نازل ب 60 ريال بدلا من 73 ريال، ده 5 كيلو. وفي برضو باب الهند، ده باب الهند برضو اللي احنا قلناه ده، باب الهند نازل ب 45 ريال اللي احنا لسه قايلينه من شويه. طبعا هم حاطين في اماكن تانية. وجود الارز، هنبدا بالارز المصري الصنايط، ما فيش عليه عرض، سعره 43 ريال، اللي هو الصنايط 5 كيلو 43 ريال من غير عرض. فيه الوايت سوان برضو المصري ده 39 ريال، لسه برضو ما وصلناش للعروض، مش موجود عروض. في عرض هنا، العرض اللي هو الموجود على الأرز المصري اللي هو جنات، عرض على جنات ده نازل ب 20 ريال بدلا من 32 ريال، ده العرض الوحيد اللي هو على الأرز المصري. جنات 5 كيلو نازل ب 20 ريال بدلا من
32 ريال. العرض برضه هنا على العائلة اللي هو 5 كيلو نازل من 46.5 ل 42 ريال، عرض خاص لمدة أسبوع، اللي هو 5 كيلو، العائلة 5 كيلو، العائلة اللي هو 10 كيلو ده مش موجود عليه عروض، اللي هو 5 كيلو هو اللي موجود. على المايونيز، مايونيز نور نازل من 17.5 ل 10 ريال، اللي هو الحجم الكبير، الحجم الكبير اللي هو 996 ملي. مايونيز شركة نور نازل من 17.5 ل 10 ريال، وده عرض حلو جدا للناس اللي محتاجة المايونيز. يبقى في عرض على جودي وفي عرض على نور في المايونيز. عروض القشطة المعلبة في أكتر من شركة عاملة عرض هنا، في مثلا إنكر عامل الأربعة ب10 ريال، الواحدة 170 جرام شبيهة قشطة، إنكر الواحدة 170 جرام أو كام 155 جرام، الأربعة ب10 ريال، الأربعة ب10 ريال دي أول حاجة اللي هي إنكر. بعد كده في بوك الواحدة كام جرام، 160 جرام، الأربعة ب14 ريال 95 هرلة بدلا من 15.80 هرلة. برضو في ندك الاتنين حبة بدلا من 10 ريال نازلين 7.95 ريال هللة، الواحدة 170 جرام قشطة معلبة برضو ندك. يبقى في ندك وفي بوك وفي انكر، وفي هنا بوك اللي هي الست علب دي نازلة ب23 ريال، 23 ريال 95 هللة بدلا من 26 ريال، اللي هما الستة اللي بيجوا مع بعض دول. دي كل العروض اللي هي على القشطة المعلبة المراعي، مفيش حاجة عليها. دي كل العروض اللي هي موجودة على القشطة المعلبة. عروض حليب البودرة برضو هنا في عرض على انكر، انكر اللي هو الكيس الأصفر ده الحجم بتاعه 1.8 كيلو نازل من 60.5 لحد 50 ريال، يعني 10.5 ريال خصم حليب انكر. في برضو هنا لونة اللي هو 2.25 كيلو نازل من 75 ريال ل 66 ريال 95 هرلة. لونة اللي هو الكيس اللي هو 2.25 كيلو. في برضو احنا قلنا ان العرض ده حلو جدا، اللي هو انكر اللي هو 2.5 كيلو نازل عليه عرض من 97 ل 70 ريال. العرض برضو على حليب مجفف لونة اللي هو الوزن بتاعه 900 جرام نازل من 45.25 الى 41 ريال 95 هلله لونة. في برضو الطائي اللي هو 1.8 كيلو نازل من 83 ل 75 ريال، عروض حلوة جدا على الحليب اللي هو البودرة أو الحليب المجفف، 75 ريال ده بدلا من 83 ريال اللي هو الطائي اللي هو 1.8 كيلو. في الخير اللي هو 2.5 كيلو ده نازل من 113 ريال إلى 90 ريال، 2.5 كيلو. عروض الكورن فليكس، كورن فليكس اللي جوه العائلية اللي هي نسلة البني دي نازل عليها عرض من 40 ريال 95 هللة ل 25 ريال، الحجم بتاعها 1 كيلو، الحجم بتاعها 1 كيلو. في برضو نوع تاني نازل عرض اللي هو بالشوكولاتة ده، اللي هو بالشوكولاتة كورن فليكس اللي هو بالشوكولاتة ده نازل عليه عرض برضو، ده نص كيلو، نص كيلو نازل من 41 ل 20 ريال، حبوب الإفطار اللي هي بالشوكولاتة دي. بعد كده في عروض برضو تاني على أنواع تانية، طبعا دول أهم نوعين في العروض. يعني في نوع زي كده نازل ده برضو نازل من 41 ل 20 ريال اهو، الحجم بتاعه 500 جرام. دي اهم العروض اللي هي موجودة في الكورن فليكس.
عروض الشاي، في عرض على شاي ليبتون اللي هو 100 كيس، اللي هو 100 فتلة يعني، نازل عرض من 19.5 لخمستاشر ريال أو 14 ريال، 95 هرم، اللي هو ليبتون. ده العرض الوحيد اللي أنا شايفه من الحجم الكبير، مش نازل عليه عرض الأسبوع ده، كان نازل الأسبوع اللي فات، هو ده اللي نازل عرض الأسبوع ده في شاي ليبتون وشاي الربيع. العرض الوحيد اللي أنا شايفه هنا العرض اللي هو على شاي الربيع أوراق كاملة، شاي أسود نكهة لون ذهبي، ده نازل من 45.5 ل 38 ريال، 95 هرم، الحجم بتاعه 1 كيلو. ده اللي أنا شايفه بس نازل عرض في الشاي الربيع. هنا برضو في اليوسفي الباكستاني نازل عليه عرض حلو جدا برضو ب2.5 ريال، 2.5 ريال، اللي هو اليوسفي الباكستاني. والتفاح الأحمر ده تفاح جلا نازل ب5 ريال، نازل ب5 ريال. التفاح الأحمر ده شكله حلو جدا يعني، زي ما احنا شايفين كده. وبرضو هنا علب جاهزة كده، الكوسة والفلفل الرومي، العلبة دي ب15 ريال الكوسة، ودي ب10 ريال الفلفل الرومي دي، والفلفل الحار ده الأحمر ده ب20، والفلفل الأخضر ب10 ريال، والطماطم ب10 ريال. هي دي حاجات جاهزة بقى لأن أنت تستخدمها على طول. عرض على التمر هنا، تمر طمارة رطب سكري طمارة، نازل العلبة دي من 25، نازلة ب15 ريال، هي العلبة حوالي كيلو، 15 بدلا من 25 ريال. علبة الخص دي نازلة من 9 ريال ل6 ريال، نازلة من 9 ريال ل6 ريال علبة خص. شايفين ده بقى طماطم سبحان الله، يعني دي طماطم أصفر وطماطم اللي هي البرتقال، دي نوع من الطماطم الكيلو ب15 ريال، كيلو ب15 ريال، شكلها حلو جدا بصراحة. طماطم دي برتقالي ودي أصفر، مصورينها بس عشان هي طبعا الكيلو ب15 دي غالية جدا، مصورينها عشان شكلها حلو. على البرتقال المصري أبو سرة نازل الكيلو ب3.95 ريال، 3.95 ريال برتقال أبو سرة مصري، شكله حلو جدا. في الليمون برضو، ده ليمون جنوب أفريقي الكبير ده برضو ب3 ريال، 3.33 ريال، 3.33 ريال الكيلو. عود الفواكه المثلجة، المانجا 1 كيلو داري ب10 ريال بدلا من 15 ريال، والجوافة برضو ب10 ريال اللي هي داري، 10 ريال الواحد كيلو داري جوافة أو مانجا. في الفراولة داري الاتنين كيلو ب15 ريال، 2 كيلو ب15 ريال. في هنا سيرة مانجا 1 كيلو ب10 ريال بدلا من 14 ريال، هي سيرة دي عروض اللي هي الفواكه المجمدة أو المثلجة، الفراولة والمانجا والجوافة. عروض القهوة، النوع ده من القهوة نازل عليه عرض حلو جدا، نازل من 35 ريال ل20 ريال، الحجم بتاعه 100 جرام، الحجم بتاعه 100 جرام. النوع ده من القهوة نازل من 35 ل20 ريال، الحجم بتاعه 100 جرام. أنواع على فكرة، أنواع كتير منه يعني، مش نوع واحد، لأنه مكتوب هنا متنوع، ففي منه أنواع كتير. في نوع نازل من 34 ل20 أهو، ونوع نازل من 35 ل20، يعني كذا نوع نازل طبعا 20 ريال، عرض خاص لمدة أسبوع. عروض القهوة، في قهوة عربية ذوق دي اللي قدامنا دي، الحجم بتاعها 250 جرام، 250 جرام، نزل عليها عرض من 20 ريال 75 هللة إلى 14 ريال 95 هللة. في برضو عروض على قهوة المهباج اللي هي 200 جرام، قهوة المهباج 200 جرام، دي قهوة تركية، نازل عليها عرض من 17.5 ل12 ريال 95 هللة. وفي اللي هي 400 جرام
نزل عليها عرض من 30 ريال 75 هللة ل 23 ريال 95 هللة. المهباك برضو اللي هي 400 جرام برضو نازل عرض على 400 جرام برضو. دي 400 جرام، ولكن هتلاقي دي بالهيل، دي بالهيل، ودي قهوة تركية، قهوة تركية، ودي 200 جرام. دي عروض على القهوة. عرض حلو جدا على عصير المراعي، 3 حبات نازلين من 36 إلى 25 ريال، اللي هو المراعي اللي هو 1 لتر و400، كل الأنواع منه. على اللبنة اللي هي المعلبة، في باندا نازلة من 15 ريال ل10 ريال، اللي هي 500 جرام، نازلة ب10 ريال، اللي هي باندا. في البوك نازلة برضو 400 جرام ب10 ريال، دي بوك 400 جرام ب10 ريال. في المراعي نازلة 15 ريال، اللي هي 700 جرام، نازلة 15 ريال بدلا من 22 ريال. دي عروض اللبنة المعلبة. في داري 700 جرام، نازلة 17.5، 17.5 بدلا من 20 ريال. سيرة، منتجات سيرة كلها اللي هي ناجت الدجاج أو بوب كورن الدجاج أو ستريبس الدجاج، كل ده 350 جرام، نازل عليه عرض ب10 ريال، كله 10 ريال، كله نازل عليه 10 ريال بدلا من 20 ريال أو بدلا من 17 ريال. في فيليه الدجاج 400 جرام، نازل من 23 ل 13 ريال، أو فيليه الدجاج الحار أو العادي 13 ريال بدلا من 23 ريال، اللي هي شركة سيرة. ستريبس الدجاج نازل ب11 ريال بدلا من 19 ريال، دي شركة سيرة عاملة عروض حلوة جدا ب10 ريال و13 ريال و11 ريال. في هنا قطع دجاج الكبير، 15 ريال و400 جرام بدلا من 19 ريال. السنبلة اللي هو بقري 1 كيلو، نازل من 34 ريال ل20 ريال. برجر السنبلة اللي هو الحجم الكبير اللي قدامنا ده، الجامبو، نازل 20 ريال بدلا من 34 ريال. وسيرة طبعا احنا قلنا عليه نازل الـ2 حبة ب35، والحبة الواحدة ب20 ريال، حبة كيلو اللي هو بقري او الجامبو الدجاجة او بقري. مشروبات الكرتون، في عرض على عصير سين توب ده نازل اللي هو 18 واحدة في 125 مللي، نازل عليها عرض من 19 ريال ل 15 ريال. في برضو سين توب برضو ده نفس السعر برضو اللي هو التوت المشكل والبرتقال، يعني كل الأنواع نازل نفس العرض. في سين توب ده الحجم الكبير اللي هو 250 مللي، نازل من 38 ل 34 ريال، كرتون من 38 ل 34 ريال. في الربيع برضو، الربيع اللي هو ده اللي هو 21 عبوة، نازل من 19 ريال، من 20 ريال ل 19 ريال، يعني نازل 1 ريال فقط، اللي هو الحجم الصغير اللي هو كم ملي؟ 125 ملي، برضو في 18 الربيع. في نوع تاني من الربيع اللي هو ده، ده نازل من 34 ل 30 ريال، اللي هو 200 ملي في 18 واحدة، 200 ملي في 18 واحدة، نازل ب31 ريال بدلا من 34 ريال، كل الأنواع منه. في الكيوي والتفاح والبرتقال والمانجا، دي عروض على عصير الربيع وسين توب. حلو جدا على حليب الصافي برضو، حليب الصافي اللي هو الحجم اللي هو صغير برضو، 185 مللي، الكرتون فيه 18 مللي.
عروض اللي هي الكمية أكثر، لو خدت 2 كرتون بدلا من 72 هيكون 45، لو خدت 1 كرتون بدلا من 36 25. كل الأنواع منه، في اللي هو السادة وفي اللي هو بالفانيليا وبالموز والشوكولاتة وكل الأنواع منه. الكرتون الواحد ب25، ال2 كرتون ب45 ريال، اللي هو حليب الصافي. حليب الكرتون اللي هو الحجم الصغير، 150 ملي المراعي، نازل على كل الأنواع منه اللي هو بالفراولة وبالشوكولاتة وبالفانيليا والعادي، نازل من 27 ريال ل23 ريال. ده عروض الحليب اللي هو على الكرتون اللي هو الحجم الصغير، 23 ريال بدلا من 27 ريال. في برضه ندى نازل من 22.5 ل19 ريال، اللي هو 125 ملي في 18 حبة، الكرتون فيه 18 حبة، متنوع يعني كل الأنواع منه. برضه في ندك اللي هو الحجم بتاعه 185 في 18، نازل من 38 35 هللة ل35 ريال، متنوع برضه. وفي السعودية نازل برضه ب35 بدلا من 38 ريال، اللي هو 200 ملي في 18 حبة. في برضو البيرو، شراب البيرو متنوع، نازل من 25 ريال ل15 ريال الحبة 1 لتر شراب البيرو. عروض حليب البودرة برضو، هنا في عرض على انكور اللي هو الكيس الأصفر ده الحجم بتاعه 1 كيلو 800، نازل من 60.5 لحد 50 ريال، يعني 10.5 ريال خصم حليب انكور. في برضه هنا لونة اللي هو 2 كيلو وربع، نازل من 75 ريال ل66 ريال 95 قبل. لونة اللي هو الكيس اللي هو 2 كيلو وربع. في برضه احنا قلنا ان العرض ده حلو جدا، اللي هو انكر اللي هو 2.5 كيلو نازل عليه عرض من 97 ل70 ريال. عروض حليب البودرة برضو، هنا في عرض على انكر اللي هو الكيس الاصفر ده الحجم بتاعه 1 كيلو 800، نازل من 60.5 لحد 50 ريال، يعني 10.5 ريال خصم حليب انكر. في برضه هنا لونة اللي هو 2 كيلو وربع، نازل من 75 ريال ل66 ريال 95 قبل. لونة اللي هو الكيس اللي هو 2 كيلو وربع. في برضه احنا قلنا ان العرض ده حلو جدا، اللي هو انكر اللي هو 2.5 كيلو نازل عليه عرض من 97 ل70 ريال. المعلبات، في لونة فول المدمس، عروض الفول المدمس لونة 5 حبات نازلين ب10 ريال، عرض خاص على لونة ال5 حبات 10 ريال، اللي هي 450 جرام 450 جرام. في برضو من العروض الموجودة في حدائق كاليفورنيا، الحبتين نازلين من 14 ريال ل 10 ريال، اللي هو الفول المدمس المعلب ده المقشور، فول مدمس معلب مقشور. في من العروض التانية برضو هنا الفطر اللي هو جودي، فطر مقطع شرائح، نازل عليه عرض من 17 ريال ل2 ل 10 ريال، من 17 ريال نازل 10 ريال. برضه هنا في عرض حلو جدا على الذرة، ال5 حبات ب 20 ريال بدل من 32.5، اللي هي ذرة جودي 340 مللي 340 جرام 340 جرام،
عارفين بقى جودي في الدورة دي حلوة جدا وعليها إقبال كبير جدا، ناس كتيرة بتشتريها. في برضو فطر هيبة، فطر هيبة الاتنين حبة ب10 ريال بدلا من 16.5. لو فطر هيبة ده 357 جرام. في برضو من عروض المعلبات في الطماطم المقطعة اللي هي هنا نزل ال5 حبات ب15 ريال بدلا من 17.5. 5 حبات الواحدة 400 جرام، واحدة 400 جرام. في المخلل المعلب برضو ده بيدر مخلل خيار، الواحد أو العلبة 1 كيلو نزل عليها عرض من 19 ريال ل15 ريال. وفي برضو اللي هو المخلل المشكل 1 كيلو برضو نازل ب10 ريال بدلا من 13.5. في حدائق شطورة برضو 1 كيلو اللي هو مخلل معلب نازل ب10 ريال بدلا من 13.5. برضو هنا في فطر جودي احنا قلناه، برضو ده قلناه. هما النهاردة عاملين العروض خط صغير كده، فمش كل حاجة باينة يعني، في عروض مش واضحة. دي كل عروض المعلبات الموجودة حتى الآن. طبعا أقوى عرض اللي هو الفول ده اللي هو 5 حبات لونة فول مدمس ب10 ريال. ندى كل أسبوع كانت بتنزل مفيش عليها أي عرض في المدمس ده. الحمص برضو مش شايفين حاطين عليه أي حاجة. على زبدة الفول السوداني اللي هي جودي 300 340 جرام، اللي هي الناعمة أو الخشنة اللي هي الصفرة دي أو الحمرة نزل عليها عرض ب10 ريال بدلا من 13 ريال. 340 جرام نازل عليها عرض ب10 ريال بدلا من 13 ريال. على الحلاوة الطحنية اللي هي في علب دي، في اللي هي الجميل، الجميل ده بالفستق اللي هو 1/4 كيلو 250 جرام نازل من 17 ريال ل13 ريال، اللي هي بالفستق دي الجميل. في برضو طعمة اللي هي 2 كيلو سادة نازل عليها عرض من 70 ريال ل55 ريال أو 56 ريال، اللي هي ال2 كيلو دي. في طعمة برضو طعمة سادة اللي هي كام كيلو نزل عليها عرض ب20 ريال بدلا من 37 ريال. 20 ريال بدلا من 37 ريال. في هنا برضو الجميل سادة 2 كيلو، لا ده كيلو، الجميل سادة 1 كيلو نازل من 37 ل28 ريال. دي كل العروض الموجودة في الحلاوة الطحنية المعلبة. عود الحليب المبخر في المراعي اللي هو الحبة 170 جرام نازل الأربعة من 14 ريال ل10 ريال، نزل عليهم عرض من 14 ل10 ريال، الواحدة 170 جرام. في باندا برضو قليل الدسم أو كامل الدسم، الأربعة نازلين ب11 ريال بدلا من 11 ريال و80 هرل، نفس الحد. في برضو بوني الحجم الكبير اللي هو 410 جرام، 410 جرام نازل الاثنين من 15 ل 13 ريال، اللي هو